مبادرة جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية العالمية عبر الإنترنت ووضع معايير تجارية عالمية جديدة للتقنية الأسرع انتشاراً والأكثر تأثيراً. معا نمثل أكبر اقتصادات العالم، لدينا قدرة فريدة على المساعدة في تشكيل القواعد والمعايير والقواعد التي ستحكم طريقة استخدام التكنولوجيا التي تؤثر على حياة جميع مواطنينا تقريبا. ورغم أن المراقبين يرون أن المجلس الجديد للتجارة والتكنولوجيا ما هو إلا خطوة جديدة لمواجهة النفوذ الصيني وإجبار بكين على احترام الديمقراطية، إلا أن المشاركين يقولون إنها لا تستهدف أي دولة بعينها، وإنما تهدف إلى إيجاد طرق جديدة للتعاون التجاري والتقني بين ضفتي الأطلسي. نحن شركاء وحلفاء. مجلس التجارة والتكنولوجيا هذا يفتح فصلا جديدا من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سنركز على مسائل ضبط التصدير وفحص الاستثمار في مواجهة تحديات التجارة العالمية. ويهدف المجلس الجديد إلى ضمان حل أي نزاع قد يقع بين الحليفين بسرعة وكفاءة، إضافة إلى منح سلسلة التوريد مرونة أكبر ومتابعة الإصلاحات في ملف التجارة العالمية. وبعيدا عن الأهداف السياسية، يرى الرئيس جو بايدن أن المبادرة بين بلاده والاتحاد الأوروبي سيفتح أبوابا جديدة لإجبار الشركات الأمريكية العالمية لدفع نصيب عادل من ضريبة الدخل للخزانة الأمريكية. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.